السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال الصف الثالث الابتدائي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اكتشف متعدد التخصصات ودرس من دروس الفصل الدراسي الأول. وصلنا معا إلى المحور واحد الفصل واحد الدرس رقم 4 بعنوان تمثيل البيانات. ما تنسوش يا أبطال اللي لسه ما اشتركش في القناة يريد يشترك معنا في القناة ويفعل جرس التنبيهات، وما تنسوش أيضا الاشتراك في قناتي الثقافية الثانية قناة جيل المعرفة، قناة هتعجبكم كتير جدا جدا. اسم القناة هيظهر حالا أعلى الفيديو وفي أول تعليق، وعنوان الدرس ده هتلاقي أيضا موجود اسم القناة قناة جيل المعرفة، اضغط عليه هيوصلك للقناة تشترك وترجع لنا مرة تانية. يلا يا أبطال نروح للدرس الرابع تمثيل البيانات. هناخد المحور الأول من أكون حياة صحية، الفصل الأول تنمية مهاراتي. وصلنا للدرس رقم 4 بعنوان تمثيل البيانات. إيه اللي احنا هنشوفه في الدرس ده إن شاء الله تعالى؟ أول حاجة طرق عرض البيانات. خدوا بالكم يا أبطال الدرس اللي فات أخدنا طرق جمع البيانات. طيب بعد ما بنجمع البيانات احنا بنعمل فيها إيه؟ بنعرضها للناس أو بنعرفكم احنا توصلنا إلى إيه؟ البيانات والمعلومات اللي وصلتنا هي إيه؟ بعد كده القياس بالسنتيمتر، بعد كده تصميم رسم بياني. يلا يا ابطال بسرعة معانا. مين فاكر الصورة اللي أمامنا دي؟ تمام، اللي شاهدنا الدرس اللي فات شاف معانا الصورة دي ووضعنا عليها تساؤلات كتيرة جدا. هدف التساؤلات والاستفسارات والأسئلة اللي احنا وضعناها على الصورة دي ايه؟ هي كانت جمع البيانات، طريقة لجمع البيانات. سألنا عليها مثل طول اللاعب، حذاء وثقله قد ايه، اللاعب ثقيل طويل ولا قصير، الوثب بتاعه قد ايه، بيفضل في الهواء مسافة او وقت قد ايه. كلها دي كانت تساؤلات لجمع البيانات. طيب انا عايزك يا بطل بقى انت هتعمل بنفسك القفز والوثب اللي احنا اخدناه في الدرس اللي فات. عايزك تعمل ايه؟ ما المسافة، وتسأل نفسك كده ما المسافة التي قطعناها عند الوثب. الوثب يعني القفز. عايزك كده تجمع أصدقائك مثلا تكون 10 أو 15، وبعد كده كل واحد فيكم يقفز وتسجلوا البيانات دي علشان بعد ما تنتهي وتستفيد من الحصة تبدأ تتعلم طرق عرض البيانات اللي احنا هنشوفها دلوقتي، يعني تعرض البيانات بالطرق اللي احنا هنشوفها. ما المسافة التي قفزتها؟ سجل المسافة. طيب احنا بنسجلها بإيه؟ بالسنتيمتر. يبقى هتقيس المسافة القفز اللي انت عملتها أو اللي انت حصلت عليها بإيه؟ بالسنتيمتر. يعني هات متر كده وقيس من بداية الشريط ده للنقطة اللي انت هتوصل بيها، وجمع كل البيانات دي انت وأصدقائك واعرضوها زي ما هنشوف ونتعلم في الدرس ده. فهمنا يا أبطال؟ يلا نروح بقى لدرسنا. طرق عرض البيانات 4 طرق: 1 التعبير بجمل، 2 التمثيل بمجموعات من النقاط، 3 التمثيل بالنقاط، 4 التمثيل بالأعمدة. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا قلنا من شوية احنا خلاص جمعنا بيانات ومعلومات وعايزين نعرضها للناس. هنعرضها بايه؟ بطرق عديدة. احنا هنا كده عندنا 4 طرق لعرض البيانات، تعالوا نشوفهم كده. وخد بالك فيهم حاجات سهلة جدا ان نوصلها وحاجات صعبة. عايزك كده في النهاية تقولي ايه افضل طريقة لعرض البيانات اللي انت هتعملها انت واصدقائك بعد الحصة. هناك 4 طرق لعرض البيانات التي تم جمعها. بقولك ايه؟ لاحظ ان يمكننا عرض البيانات المجمعة بطريقة مرئية، يعني متشافة انت تقدر تشوفها باستخدام التمثيلات البيانية اللي احنا هناخدها دلوقت، التي تساعدنا في ملاحظة التشابهات والاختلافات بين المجموعات. يعني هدف عرض البيانات ايه؟ هتلاحظ بعد كده ان فيه معلومات متشابهة وفيه معلومات مختلفة بين المجموعات وبعضها. انا عندي هنا في الصفحة دي طريقتين: 1 التعبير بجمل. زي ايه مثلا كده؟ مثال يقولك ايه؟ لاعب واحد انهى السباق في 2 دقيقة، 3 لاعبين انهوا السباق في 3 دقيقة، 5 لاعبين انهوا السباق في 4 دقائق، لاعب واحد انهى السباق في 5 دقائق. لاحظ كده ان الكلام ده كله مكتوب جمل 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 جمل. تمام، ادي كده طريقة لعرض البيانات. بس بصراحة الطريقة دي صعب مقارنتها جدا، وخصوصا لما يكون عندي المعلومات والبيانات كتيرة جدا.
بتتنسي بسرعة. طيب يلا نروح لحاجة تانية. 2، التمثيل بمجموعات من النقاط. دي برضو طريقة ممكن تستخدمها انت واصحابك بعد الوثب والقفز اللي احنا اتفقنا عليه. زي مثلا كده المكتوب ده بالجمل، تعالوا نعمله بالتمثيل بمجموعات من النقاط. شوف هنعملها ازاي. مثلا انا عندي من نقطة من الدقيقة 0 الى الدقيقة 2، كم واحد انهى السباق في الفترة دي لحد دقيقتين؟ بيقولك ايه، لاعب واحد. يبقى انا هعمل ايه، نقطة واحدة، النقطة دي بتمثل لاعب واحد. طيب 3 دقائق و4 دقائق و5 دقائق، كم واحد انهى السباق في 3 دقائق؟ 3 لاعبين. يبقى اعمل كم نقطة؟ 3 نقاط، 1 2 3. الدقيقة 4، كم واحد انهى السباق في 4 دقائق؟ 5. يبقى كم نقطة يا ابطال؟ 5 نقط، 1 2 3 4 5. طيب الدقيقة 5، كم واحد؟ لاعب واحد فقط، يبقى نقطة واحدة. اظن دي اسهل من دي شوية، صح؟ التمثيل بالمجموعات اسهل من التعبير بجمل، بس لما يكون عندك برضو بيانات كتير قوي بيبقى صعب جدا انك تقعد تعد النقاط. يعني مثلا لو خلينا 11 لاعب انا في 4 دقائق، تفضل تعد النقاط فايه، يصعب عدها. يبقى احنا كده عرفنا طريقتين. فيه تاني؟ طبعا فيه تاني، احنا قلنا 4. 3، التمثيل بالنقاط. ديكها بمجموعة من النقاط، دي نقاط يعني اشكال انت بتعملها، بنتفق على شكل مثلا زي الشكل ده اللي هو علامة اكس. احنا قلنا كم واحد انهى السباق في دقيقتين؟ واحد بس، يبقى العلامة دي كأنه لاعب واحد. طيب 3 دقائق 3 علامات يعني 3 لاعبين، 4 دقائق لا كده بقى نحتاج نعد، 1 2 3 4 5، يبقى 5 علامات. هنا كام؟ ولاعب واحد فقط. نفس الطريقة اللي فاتت، اسهل من الجمل بس برضو صعب عدها. ليه؟ لان لو البنات كتيرة قوي قوي هنعمل ايه؟ هنفضل نعد كتير خالص، ما ينفعش. طيب يلا نروح التمثيل بالأعمدة. اخدناها كتير في الصف الثاني، وكمان بناخدها في الرياضيات، واحنا قلنا مادة تكتشف بتساعدنا كتير جدا في فهم الرياضيات وباقي المواد. التمثيل بالأعمدة ازاي يا بطل؟ احنا عندي هنا كده في خط افقي وفي خط رأسي. الخط الافقي ده بالنسبة لنا هو الدقائق، الخط الرأسي ده بالنسبة لنا هو ايه، عدد اللاعبين، عدد اللاعبين، تمام؟ طيب خد بالك بقى انك اخدت في التمثيل بالاعمدة قبل كده انك ممكن تمشي بايه، بالواحد. يعني قلت تقول 1 2 3 4 5، وممكن تمشي بكام، بالاتنين. يعني مثلا تقول 2 4 6 8 10، ولما يكون البيانات كتيرة ممكن تقول ايه، 5 10 15 20، يعني بتعدي بالخمسة، بتقفز بخمسة. ولو البيانات كتيرة قوي قوي ممكن تقفز بايه، بالعشرة، تقول ايه، 10 20 30 40 50، وهكذا. يعني الامر متاح علشان يسهل عليك التمثيل بالاعمدة او العد. طيب بنعمل ايه بقى؟ زي ما احنا عارفين يا ابطال ان كل مربع بيمثل واحد. هنا عندي لاعب واحد فقط، يبقى انا هوصل لحد واحد. هنا في الثلاث دقائق 3 لاعبين، يبقى انا وصل لحد كام؟ 3. شايف قد ايه؟ 4 فيه كام؟ 5 لاعبين. الدقيقة 5 لاعب واحد فقط. طيب هل دي صعبة؟ مهما يكون عندك عدد بيانات مثلتها على الأعمدة بتعمل ايه؟ ما كل اللي عليك انك بتروح تشوف الخط الاخير ده كم واحد؟ هنا واحد، خلاص كده عرفتها. هقعد اعد بقى؟ لا ما تعدش. هنا وصل لحد كام؟ 3، يبقى هنا 3 لاعبين. هنا وصل لحد كام؟ ما تعدش، مش محتاج عد خالص. هنا وصل لحد 5، تمام. هنا وصل لحد كام؟ 1. فدي كده اسهل وافضل طريقة لعرض البيانات، وهي التمثيل بالأعمدة. يبقى لما يجيلك سؤال ويقولك ما هو اسهل طريقة لعرض البيانات، تقول له ايه؟ التمثيل بالأعمدة. طيب ليه؟ لانه يسهل قراءة البيانات ومقارنتها ببعضها. عرفنا كده يا ابطال طرق عرض البيانات، واسهل طريقة ايه؟ التمثيل بالجمل، التمثيل بمجموعة من النقاط، التمثيل بالنقاط، التمثيل بالأعمدة، واسهلهم التمثيل بالأعمدة. يلا بقى كده ناخد أنشطة على اللي احنا قلناه. مثل البيانات الموجودة بالجدول بيانيا باستخدام التمثيل بالنقاط والتمثيل بالأعمدة، ثم أجب عن الأسئلة. بعد ما تمثل البيانات دي هسألك سؤال وانت هتجاوب عليه، وهتقدر تجاوب عليه بنفسك بسهولة جدا جدا. طيب هنا عندي بيقول لي ايه، المادة المفضلة عند علوم ولغة عربية، رياضيات، اللغة الإنجليزية، الرسم. عدد التلاميذ
شوف بقى كده انت في فصلك بدأنا ناخد يعني آراء التلاميذ أصحابك. كم واحد بيحب العلوم؟ 9. كم واحد بيحب اللغة العربية؟ 8. كم واحد بيحب الرياضيات؟ 5. كم واحد الإنجليزي؟ 3. الرسم؟ 3. هنمثل بقى البيانات دي على التمثيل بالنقاط. وشوف بقى العمل الشاق اللي احنا هنقعد نعمله والعد الكتير اللي احنا هنقعد نعمله. طيب الرسم 3، انا كده عملت 3 علامات. اللغة الإنجليزية كام؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. 3. اعمل كام علامة؟ 3. 1 2 3. طيب الرياضيات 5. يلا نعد 1 2 3 4 5. اللغة العربية 8. يلا نعد 1 2 3 4 5 6 7 8. كتير جدا. العلوم 9. يلا نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شفت بقى لما البيانات كترت بقى ايه؟ بياخد وقت كتير جدا. طيب يلا نروح بقى للتمثيل بالأعمدة. هنعملها ازاي؟ نفس البيانات هي لكن هنمثلها بالأعمدة. الرسم 3، انا عندي هنا كده شايف التمثيل بالأعمدة. كل اللي عليك انك هتلون بعدد اللي بيفضلوا المادة دي. اللغة الإنجليزية 3، نروح لحد 3 اهي، يبقى نلون لحد هنا. الرياضيات كام؟ رياضيات 5، يبقى ادي هنا 5 ونلون عمود الرياضيات لحد ما نوصل ل5. اللغة العربية كام؟ 8. فين الـ8؟ نلون لحد ما نوصل ل8. العلوم كام؟ العلوم 9، نوصل لحد ما نوصل ل9. لما تيجي بقى تعرض التمثيل بالأعمدة ده على الناس وانت بقى صاحب قرار وعايز تعرف الناس انت توصلت لايه النتائج، هتوريهم كده الأعمدة دي. مش محتاج كتير جدا ان هم يقعدوا يعدوا. ليه؟ هيوصلوا فين؟ دي وصل لحد 9، يبقى دول 9 العلوم. دول وصلنا لحد كام؟ 8، يبقى اللغة العربية 8. دول وصلنا لحد كام؟ 5، يبقى الرياضيات 5. طيب السؤال الآن، ايه افضل وسيلة لعرض البيانات؟ تمثيل بالنقاط ولا التمثيل بالأعمدة؟ تمام يا حبايبي، التمثيل بالأعمدة. احسنتم جميعا. نروح لنشاط جديد. كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟ بيقول لك نشاط اقرأ ثم ضع علامة صح. يوجد في فصل سالي ورامي 15 تلميذا وتلميذة، كانوا يقومون بتحدي من سيقفز أطول مسافة، وكانت النتيجة كالتالي. تعال نشوف النتيجة. أنا كده عندي إيه؟ واحد طالب قفز لمسافة 40 سنتيمتر، 3 طلاب قفزوا لمسافة 70 سنتيمتر، 6 طلاب قفزوا لمسافة 90 سنتيمتر، 3 طلاب قفزوا لمسافة 130 سنتيمتر، 2 قفزوا لمسافة 165 سنتيمتر. مسافة القفز اللي قدامنا على اليمين، عدد الطلاب اللي عندنا على الشمال، واحنا اخدنا جمع البيانات بطريقة ايه؟ الشرط اللي امامنا دي في الحصة اللي فاتت. لازم تشاهد الحصة، مهمة جدا لنا. كم واحد قفز من 0 سنتي الى 40 سنتي؟ كام؟ هنا طالب واحد فقط، يعني كم شرطة؟ شرطة واحدة، يبقى نعمل علامة صح. 41 سنتيمتر الى 80 سنتيمتر، كم واحد؟ فين 41؟ ال 41 بعد ال 40. وال 70؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى احنا ندور على ال 70 سنتيمتر، لان ال 70 اكبر من 41 واقل من ال 80. يبقى كم طالب؟ 3 طلاب. تمام، معموله يا ابطال. 81 الى 120 سنتيمتر، فين 81؟ هنا مفيش 81، لكن ال 81 اكبر من ال 70 وأقل من 90. يبقى احنا هناخد اللي قفزوا 90 سنتيمتر كام؟ 6 طلاب. بنعمل الستة ازاي؟ من غير ما نعد. احنا عرفنا ان الحزمة دي كده اسمها كام؟ 5. 4 وبنقفل بواحد بيبقى 5. اي ما تشوف الشكل ده هتلاقيه 5، وهنا واحد يبقى 6. تمام. 121 سنتيمتر الى 160 سنتيمتر، كم طالب؟ يبقى لازم نشوف اللي فوق 121 والأقل من 160. طب 130 أكبر من 21 وأقل من 160، يبقى كام؟ 3 طلاب فقط. أكبر من 160 سنتيمتر اللي هما كام طالب؟ 2 طالب قفزوا لمسافة 165. احنا عارفين ان 165 سنتيمتر أكبر من 160، يبقى 2 فقط. تمام. يلا بقى نروح نمثلها بالبيانات، نمثلها بالتمثيل البياني اللي احنا اتفقنا ان هو اسهل
وسيلة لعرض البيانات. طيب من 0 ل 40 سنتي كام طالب؟ يبقى نلون كام مربع؟ مربع واحد فقط. من 41 ل 80 اتفقنا كام؟ 3. يبقى نلون الثلاثة. من 81 ل 120 اتفقنا طلعه كام؟ 6. يبقى نلون 6 مربعات. من 121 ل 160 اتفقنا طلعه كام؟ طلعه 3 فقط، يبقى 3 مربعات. اكبر من 160 طلعه كام يا ابطال؟ طلعه 2 فقط، يبقى نلون 2. احنا لسه مع بعض في نشاط 3. خلصنا التمثيل البياني، تعالوا بقى نجاوب على الأسئلة. بيقول لك ايه؟ ما المدى الذي وصل اليه اكبر عدد من التلاميذ؟ المدى يعني الطول او المسافة، المسافة اللي وصل لها اكبر عدد من التلاميذ كام؟ تعالوا نشوف كده. شايف بقى فايدة التمثيل البياني بيعمل معنا ايه؟ بيوفر معنا وقت وجهد. اروح عند اكبر عمود اللي هو كام؟ 81 ل 120، شايف 6 طلاب، يبقى بكل سهولة خالص بختار 81 الى 120 سنتيمتر. رقم 2، ما المدى الذي وصل اليه اقل عدد من التلاميذ؟ هقعد اعد بقى كله ده؟ لا طبعا، امال هعمل ايه؟ اروح عند اقل عمود فيهم اللي هو من كام؟ من 0 الى 40 سنتيمتر، بس كده. طيب اذا كان هناك حفرة عرضها 80 سنتي فكم عدد التلاميذ الذين سوف يتمكنون من عبور الحفرة؟ يعني عند حفرة او مسافة 80 سنتي كم واحد في اللي فوق دول اللي احنا قلناهم وعرضنا بياناتهم هيقدر يعدي ال 80 سنتي؟ اكيد اللي جاب اكتر من 80 سنتي. كم واحد يا ابطال؟ هنا تعالوا نعد كده. هنا دي كام؟ 6. وهنا كام؟ 6 و 3 9. وهنا كام؟ 2. يبقى 11. 11 لاعب اللي هم جابوا اكبر من 80 سنتيمتر. لكن الاقل من 80 سنتيمتر ده لو عملنا حفرة 80 سنتيمتر مش هيقدروا يعملوها، تمام؟ طيب بيقول لك ايه؟ كيف يمكننا مساعدة الطلاب الذين لم يتمكنوا من العبور فوق الحفرة؟ تنصحهم بيعملوا ايه؟ تمام، التدرب كثيرا او التدريب كثيرا. ولهنا يا حبايبي نصل الى نهاية الدرس. لا تنسوا الاشتراك في قناة التعليم الجديد وقناة جيل المعرفة، وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة، واضغطوا اعجابا وتعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد. وإلى أن ألتقي بكم في درس آخر، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.